طيب برضو عندي بقى يعني حاجتين مهمين، بس كان من الاخبار اللي عايزين نعلق عليها برضو سريعا، استاذ عادل، وفاه الرئيس السوداني الاسبق عبد الرحمن سوار الدهب، وهو توفى امبارح في المستشفى العسكري في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه. رئيس سوداني المشير عبد الرحمن سوار الدهب اللي تولى رئاسه السودان لسنه واحده بعد انتفاضه ابريل 85. الحقيقه خلينا نقول ان سوار الدهب رحمه الله كان انسان نبيل الحقيقه بما تعنيه الكلمه. الجميع اشاد بطيبته وحكمته وشهامته وجميع مكارم الاخلاق اللي كانت موجوده فيه. كان مؤمن ونقي ومتواضع الحقيقه، كان وهب حياته بعد كده لاعمال الانسانيه واعمال الخير. عشان كده يعني احنا النهارده لازم برضو طبعا نتكلم لازم يتم تكريم هذا الرجل، لانه بصراحه في ظروف يعني بالذات في العالم الثالث، يعني انه 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 ياتي قائد عسكري ثم يقعد لمده سنه ثم يطالب هو بالانتخابات وتنازل عن الحكم، فده شيء رائع جدا. هو يعني لم يكن كقائد عسكري فقط لا غير، ولكنه رجل يعني مثقف يعني شديد الثقافه، رجل يعني محب لشعبه ومحب لامته العربيه والاسلاميه. صحيح. لم ينعزل يعني، عشان كده بقول استمراريه الرئيس عبد الرحمن سوار الذهب، لانه هو كان رجل لديه اهتمامات اكبر من واعمال الخير اللي قام بيها المشروعات اللي قام بيها لخدمه بلده، مؤسسة الغاثه الاسلاميه والمؤسسات الخيريه الاخرى. ولذلك شفنا كل الاعمال اللي هو بيؤديها من خلال هذه المؤسسه في تقديم المساعدات الانسانيه والاغاثه الانسانيه لكل العالم الاسلامي وخاصه في منطقتنا العربيه، واستقبال الزعماء العرب له وتقديرهم له. فاعتقد رحمه الله انه له منا كل تقدير، وعلينا انه تعمل جائزه انسانيه باسمه. صحيح. على الاقل تعزينا طبعا للشعب السوداني الشقيق، جائزه المساعدات الانسانيه زي ما بيقولوا، يعني تبقى في جائزه باسم عبد الرحمن سوار الذهب، يعني تحمل صحيح. تحمل اسمه تقديرا وتكريما لهذا الرجل. يعني صحيح، ربنا يرحمه. ومره اخرى تعزينا للشعب السوداني الشقيق، وربنا يرحم الجميع يا رب. اخر حاجه